وبالعودة إلى الشأن التونسي والمشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ينضم إلينا من تونس زبير الشهودي، عضو مجلس شورى حركة النهضة. أهلا بك سيد الشهودي. قلب تونس قالت إن لا مشكلة لديها مع هشام المشيشي، هل حركة النهضة لها هذا الموقف أيضا؟ على كل حال، مؤسسات حركة النهضة لم تعبر بشكل رسمي إلى الآن، لكن الموقف ليس بالضرورة من شخص المشيشي إلى الآن، باعتبار الرجل لا نمتلك تجاهه موقفا واضحا، ربما لقلة رصيده السياسي، ربما لأنه لم يبدو عليه لأنه شخصية سياسية ربما تستطيع إدارة هذه المرحلة، بالتالي الحكم عليه أو له هذا سيحتاج أقدر من الزمن. لما الموقف هو تجاه رئيس الدولة وطريقة إدارة المشاورات هي الأكثر يعني تمام، قلقا يعني في وبناء على الأفق ذلك السياسي سيد أكثر الشهودي، منه هل تجاه المشيشي. بتقديرك حركة النهضة يعني مجتمعة بكل أطيافها ستتخطى الرسالة التي وجهها أو فهم أن قيس سعيد وجهها إلى حركة النهضة باختيار المشيشي تحديدا، وستدخل مع الأحزاب الأخرى في مشاورات فعلا لتشكيل حكومة، وهي التي كانت تطالب الفخفاخ بأن يوسع الحكومة؟ لا، أنا أعتقد أن رسالة رئيس الدولة واضحة، ليست تجاه النهضة فحسب، بل تجاه الطيف السياسي وتجاه الكتل البرلمانية، بل تجاه المشهد السياسي أصلا. فلا أعتقد أن تكون حكومة سياسية من أحزاب، أعتقد أن الاتجاه واضح ورسالة واضحة لرئيس الدولة، يريد طرفا أو حكومة غير سياسية، ربما حكومة تقنوقراط، يبدو هكذا المشهد. طيب، هذا الأمر وماذا يحتاج إلى تريد موقف من حركة مؤسسات الحركة النهضة؟ وبقية الأحزاب. كيف سيت حركة النهضة ماذا تريد؟ حركة النهضة ترى أن الأزمة نعم حركة النهضة ترى أن الأزمة الأساسية في تونس، إلى جانب الأزمة السياسية وباعتبار التشرذم البرلماني، الأزمة الاقتصادية الاجتماعية هي الأزمة الأكبر، ونحتاج إلى شخصية أكثر اقتدار في إدارة الملف الاقتصادي الاجتماعي. فبالتالي أعتقد أنه سنحافظ بكل أسف على نفس الإشكاليات في إدارة الملف الاقتصادي الاجتماعي، وهي الأزمة الأكبر التي سنعيشها. هذا يهدد استقرارنا الاجتماعي في تونس، وهذا كذلك يعطي رسالة للأحزاب السياسية التي تصارعت كثيرا في البرلمان أن تستفيق وتنقذ وضعها وتنقذ البلاد، وذلك بأنها طب تحافظ بتقديرك على متى سيد تعاطي جانب من شهودي؟ الحكومة ولكن تستعد إلى مراحل قادمة. واضح يعني، ولكن بتقديرك متى قلت ستخرج تستعد حركة إلى عفوا النهضة إلى مراحل قادمة أساسا بموقف واضح وصريح من يعني إجراء المشيشي تشكيلة حكومية؟ هل ستنتظر لجلسة الثقة بالغنوشي مثلا يعني تعيد موقفا أو تصيغ موقفا واضحا من موضوع الحكومة أم ماذا؟ لا أعتقد أن جلسة تجديد الثقة في رئيس البرلمان لها تأثير على هذا الأمر، هي ستمضي لوحدها، من حيث الزمن لن يكون هناك اتصال. الثابت أن البرلمان يحتاج أهم من موضوع رئيس البرلمان هو موضوع المحكمة الدستورية، حتى نستعد ربما إلى إدارة خلافات سياسية بين مؤسسات الدولة، هذا منتظر. بالتالي نحتاج أكيد أن نتضامن في البرلمان من أجل تمرير المحكمة الدستورية كأهم مؤسسة لضمان إدارة الخلافات السياسية والمؤسساتية المنتظرة في الأيام القادمة. فبالتالي هذا هو المشهد تمام. المنتظر. النهضة ستصدر موقفها، الموقف الأولي من التعاطي مع رئيس الحكومة المكلف، ثم طريقة إدارة حوار هذا الرئيس المكلف، يعني من حيث تشكيل الحكومة ومشهدها، هل هي حكومة سياسية كما تطالب النهضة نعم، بقية الأحزاب، نوعية الأحزاب الائتلافية فيها، وهكذا ستصبح المواقف متصلة بطبيعة التواصل مع رئيس الحكومة المكلف يعني. شكرا لك سيد زبير الشهودي، عضو مجلس شورى حركة النهضة من تونس.